أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التعليق الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية صناعة فيديو ملائم للتعليق الصوتي. طبعا راح يكون الفيديو مبسط واحترافي بنفس الوقت، راح نضيف لمسات بسيطة ممكن تصنع احترافية للفيديو. طبعا نشاهد نموذج من هذا الفيديو اللي راح يتم صنعه في هذه المحاضرة. محمد مهدي الجواهري الشاعر العراقي البارز ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1923، يعتبر من رواد الشعر الحديث في العراق والوطن العربي. تأثرت أعماله بالتجارب الثقافية والاجتماعية. محمد مهدي الجواهري الشاعر العراقي البارز ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1923، يعتبر من رواد الشعر الحديث في العراق والوطن العربي. تأثرت أعماله بالتجارب الثقافية والاجتماعية للمنطقة. درس الجواهري الأدب والفلسفة في النجف، وتأثر بالتصوف والفكر الإسلامي العميق. كان لديه إسهامات مهمة في تطوير الشعر الحديث، وتميزت قصائده بالعمق الفلسفي والروحاني. عاش الجواهري فترة طويلة من النضال والتأمل، وشارك في الحياة الثقافية والاجتماعية للعراق. كتب قصائد تعبر عن الحب، الوطن والإنسانية بأسلوبه الفريد والمميز. توفي الشاعر محمد مهدي الجواهري في عام 1996، لكن إرثه الأدبي ما زال حياً في قلوب عشاق الشعر العربي، حيث يعتبر أحد رموز الأدب العراقي والعربي الذين أثروا في التجربة الأدبية والثقافية. طيب طبعا هذا هو الفيديو اللي راح نعمله. يحتاج من عندنا مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى راح نجهز الصور الخاصة بالفيديو، طبعا نضيفهن للبرنامج ونعمل لهن الانتقالات وطبعا الحركات الانيميشن. الخطوة الثانية راح نضيف الإضاءات، وطبعا اللي تعطينا تأثير حيوي وحركي للمشهد. وطبعا الخطوة الثالثة اللي هي راح تكون إخراج ورندرة أو تصدير الفيديو. طيب طبعا نختار الصور المناسبة للموضوع أيا كان. مثلا احنا موضوعنا وثائقي عن الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، فراح نذهب إلى جوجل وراح نكتب مثلا محمد مهدي الجواهري، طيب طبعا نذهب إلى صور ونشاهد. يفضل أن يكون صور أفقية حتى تتلائم ويا الفيديو، أو عمودية إذا كان عندنا فيديو ريلز، يعني حسب صور اللي نشوفها مناسبة. مثلا هذه الصورة راح نفتحها، ومثلا هذه الصورة ممكن نختار هذه الصورة، وطبعا نختار نبدي نبحث على الصور المناسبة. طبعا ممكن نبحث على الصورتين نفتحها، عندنا هذه الصورة فتحناها. ممكن طبعا نشوف ممكن هذه الصورة، ممكن هذه الصورة أو هي نفسها. طبعا نحفظها على شكل صورة، كليك أيمن سيف أز ونحفظها على شكل صورة. طبعا هنا ما عندنا صورة مناسبة، جيد نتابع بقية الصور. ممكن هذه الصورة، ممكن نختار هذه الصورة، طبعا ممتازة. ممكن هذه الصورة، طبعا مثل ما نلاحظ عندنا صورة أولية، صورة ثانية، صورة ثالثة. طبعا ممكن هذه الصورة أيضا نختارها، وهكذا نبدي نجمع مجموعة من الصور. طبعا كل ما يكون عدد الصور يعني كبير، كل ما يكون عندنا تنوع بالمشاهد، أو ممكن طبعا صور قليلة وطبعا نزيد بوقت عرض كل صورة. جيد طبعا بعد ما حفظنا الصور نذهب الى برنامج كاب كات، وطبعا راح
نضيف الصور إلى البرنامج بشكل سهل من خلال نضغط على Import وطبعا نختار الصور، أو طبعا بشكل مباشر بالإدراج راح نضيفهن للبرنامج. عندنا هذه الصور طبعا راح نحددهن كلهن وطبعا نضيفهن إلى الأسفل بشكل مباشر. ممكن طبعا نختار الصورة النهائية والصورة البدائية، طبعا ممكن هذه الصورة طبعا نزيد وقتها، وطبعا ممكن هذه الصورة أيضا نزيد وقتها، وهكذا نبدي طبعا نزيد بالوقت. طبعا بإمكاننا أنه نقلل من المساحة للمشاهد أو نزيد من المساحة حتى نقدر نشوف إن كلهن. ممكن هذه الصورة طبعا نزيد، نضغط عليها وطبعا نزيد بالوقت الخاص بها، وطبعا هذه الصورة ممكن بهذه الطريقة. طبعا ممكن هذه الصورة كبيرة جدا، هذه ممكن كبيرة جدا، ممكن هذه الصورة نكبرها. ممكن طبعا نستبدل بها الأماكن، ممكن نبدي بالصورة اللي لونها أسود، أو ممكن اللي لونها أسود تكون بالنهاية باعتبارها بيها وفاة، يعني الوفاة راح يكون بالنهاية. يعني هذه فقط تنسيقات ذوقية نختارها حسب الذوق. طيب الآن راح نجي نضيف الحركة الخاصة بالصورة. مثل ما نلاحظ طبعا الصور جامدة. محمد مهدي الجواهري. طيب شلون نضيف الحركة؟ نحدد الصورة وبيا الأعلى، طبعا نذهب إلى أنيميشن. عندنا هنا طبعا إن، يعني معناه أنه راح نضيف دخولية للصورة. مثل ما نلاحظ طبعا نضغط نحدد الصورة ونضغط دبل كليك مثلا على هذا المشهد. طبعا ما اعتقد مناسب ويا الفيديوهات الوثائقية، يعني انتقال دخولي. وعندنا هنا اوت، يعني راح يكون الانتقال بيا النهاية. وعندنا طبعا هنا كومبوزيشن، يعني اللي هو اثناء العرض. عندنا هنا مجموعة من التأثيرات، مثلا عندنا هذا التأثير، عندنا مجموعة من التأثيرات، مثلا هنا هذه التأثيرات ممكن جميلة نضغط عليها مثلا دبل كليك مثلا هذا التأثير. محمد مهدي الجواهري نشوف. الشاعر العراقي البارز ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1923. ممكن هذا التأثير، ممكن نشوف تأثير آخر مثلا، ممكن هذا محمد التأثير. مهدي الجواهري الشاعر العراقي البارز ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1000 لطيف. وهكذا مثلا هذا التأثير ممكن نضيف له محمد مهدي الجواهري طبعا هذا التأثير ممكن هذه الصورة راح نضيف لها تأثير عربي. تأثرت أعماله ممكن هنا طبعا نختار تأثير آخر مثلا هذا التأثير. وتميزت قصائده بال وهكذا نكمل بقية التأثيرات. الحب، الوطن وال وأخيرا مثلا ممكن نختار زوم إن زوم أوت. طبعا عندنا مجموعة من التأثيرات، ممكن نختار البلور ممكن نشوف هذه. حيا في قلوب عشاق الشعر العربي، حيث يعتبر أحد رموز الأدب العراقي والعربي الذين أثروا في التجربة الأدبية والثقافية. لحيا في قلوب عشاق الشعر العربي مثلا تم إكمال مشاهد. الآن راح نضيف تأثير الحيوية للمشهد. طبعا نذهب أيضا إلى جوجل وطبعا نذهب إلى يوتيوب. طبعا راح نكتب فيديوهات إضاءة مثلا، أو ممكن نكتب إضاءات للمونتاج. جيد، مثلا نختار نفتح هذا أول قائمة تشغيل. وطبعا مثل ما نلاحظ هذه التأثيرات وطبعا الإضاءة الزرقاء والحمراء وهذه التأثيرات راح تعطي حيوية للفيديو. هذا الفيديو راح نحمله طبعا بنفس الطريقة اللي تعلمناها بالمحاضرة السابقة. بعد ما نحمل هذا الفيديو على شكل فيديو، يفضل نحمله بدقة عالية، راح نضيف الفيديو اللي تم تحميله للمشهد او للبرنامج كاب كات. طبعا هذا هو الفيديو اللي تم تحميله،
راح نضيفه بالاعلى اعلى الفيديوهات. يفضل ان يكون بالاعلى او ليس يفضل بل يجب ان يكون بالاعلى. طيب بعد ما ضفنا الفيديو راح نضغط على هذا الفيديو، وطبعا نجي الى blend اللي هي اختصار blend mode. طبعا اذا كانت ما مفعله ضروري انه نفعلها. وطبعا المود نضغط على المود ونختار سكرين. ضروري انه نختار سكرين حتى تختفي التفاصيل وتبقى فقط الحركات. مثل ما نلاحظ محمد مهدي الجواهري الشاعر العراقي البارز، ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1923، يعتبر من رواد الشعر الحديث في العراق والوطن العربي. جيد، الآن طبعا نضغط على هذه المنطقة، مثلا نحدد الفيديو، نضغط على Ctrl B وطبعا ديليت. الآن راح نجعل حجم الإضاءة بنفس حجم الموسيقى، وطبعا حتى تتلاشى سويا. أثروا في التجربة الأدبية والثقافية. ممتاز. الآن حتى نصدر العمل أو المشهد إلى فيديو نضغط على Export، وطبعا راح ناخذ اسم للفيديو مثلا الجواهري، وطبعا من هذه المنطقة نختار مكان الحفظ، ومن هنا طبعا من هذا الجزء نختار يا أما 1080 يا أما 720 2K 4K وهكذا. طبعا 1080 مناسب جدا، وأفضل أنه كل الخيارات نعوفها كما هي. ممكن طبعا 30 فريم، ممكن تصير 25 فريم أو 30 فريم نعوفها كما هي. وطبعا بإمكاننا أنه نحفظها على شكل أوديو، يعني مكان ما نحفظها على شكل فيديو نحفظها على شكل أوديو. ممكن نلغي الفيديو نحفظها على شكل أوديو، لحبينا نصدر على شكل أوديو ونستخدمه في مكان ما. طبعا ممكن نختار MP3 ويف وهكذا. طبعا احنا راح نستخدم فيديو، وطبعا الاوديو راح نتركها كما هي. جيد، الان بعد ما كملنا نضغط على اكسبورت، وطبعا اوكي. محمد مهدي الجواهري الشاعر العراقي البارد. طبعا راح يبدي البرنامج يعمل اكسبورت مثل ما نلاحظ طبعا هنا بالاسفل، وطبعا راح يكون الفيديو جاهز. محمد مهدي الجواهري. جيد، طبعا كمل الفيديو. طبعا انا يقترح علينا انه بامكاننا انه نحفظه على شكل مقطع طولي حتى يكون ريلز. الخيار انه طبعا هذا هو الفيديو اللي تم انتاجه. محمد مهدي الجواهري الشاعر العراقي البارز، ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1923، يعتبر من رواد الشعر الحديث في العراق والوطن العربي. تأثرت أعماله بالتجارب الثقافية والاجتماعية للمنطقة. درس الجواهري الأدب والفلسفة في النجف، وتأثر بالتصوف والفكر الإسلامي العميق. كان لديه إسهامات مهمة في تطوير الشعر الحديث، وتميزت قصائده بالعمق الفلسفي والروحاني. عاش الجواهري فترة طويلة من النضال والتأمل، وشارك في الحياة الثقافية والاجتماعية للعراق. كتب قصائد تعبر عن الحب، الوطن والإنسانية بأسلوبه الفريد والمميز. توفي الشاعر محمد مهدي الجواهري في عام 1996، لكن إرثه الأدبي ما زال حيا في قلوب عشاق الشعر العربي، حيث يعتبر أحد رموز الأدب العراقي والعربي الذين أثروا في التجربة الأدبية والثقافية. ممتاز جدا، طبعا الفيديو احترافي وجاهز للنشر.